نتصور الظلم يصير فقط بين الحاكم والرعية، لا، مرات أكو ظلم بالحقل العلمي، مرات أكو ظلم بالحقل الحرفي العملي، مرات أكو ظلم بالحقل الاجتماعي. مصادرة حقوق الآخرين وعدم الاعتراف بمنجزاتهم، هذا شو يسمى؟ هذا يسمى ظلم. يعني اليوم من إنسان يقدم بالله عليك، ها، يجي يقدم اللي عنده كل طاقته يقدمها، وانت تجي تتجاهله، هذا شو يعتبر؟ يعتبر ظلم. يعني شلون اقرب لك المطلب؟ مثلا عندك جار اجى لزم مكناسته وكنس الشارع ورش الشارع عمر الشارع، ها، ولا واحد من الجيران قال له رحم الله والديك، ولا واحد قال له احسنت، ولا واحد قال له جزاك الله خيرا. هذا ظلم لو مو ظلم؟ هذا ظلم، مصادرة لحقوق الآخرين. هذا شيء يخلي الإنسان، يخلي المقابل يستوحش، ها، يخليه يصير أكو فد وحشة، أكو فد بعد بينه وبين من يظلمه، بينه وبين من يصادر حقه، بينه وبين من لا يعترف بمنجزه. هذا سبب من الأسباب اللي تأسس للوحشة.